بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحياة فرص، هذا هو عنوان درس الجمعة بإذن الله تعالى. الحياة فرص. نحن نعيش في هذه الحياة ونعلم يقينا أنها مؤقتة، ونعلم أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الدنيا قصيرة ولو طالت، الحياة قصيرة ولو طالت. الجميع يعلم هذا الشيء، نعرفه كامل بلي الدنيا ماشي كي تكون طويلة راهي قصيرة، ونعرفه بلي الموت أجل، كلنا يعلم الموت حق لا ينكره باطل. ربي قال ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. متى نموت الله أعلم. ربنا قال في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ذكر الموت قبل الحياة باش ما تغيبش عن الأذهان وما تغيبش عن القلوب وعن العقول. الموت جاية جاية، الموت وحدة، السبة ماشي وحدة، المثيوث السبة ماشي ذيوث، كل ذلك معلوم. ولكن المشكل الأكبر، أكبر مشكل هو الغفلة. لذلك ربي في القرآن الكريم في سورة الأعراف في الآية الخامسة بعد المئتين، الآية 205، ربنا قال ولا تكن من الغافلين. ربي قال ما تكونوش من الغافلين، وما قالش ما تكونوش من اللي ينساو، ما قالش ولا تكونوا من الناسين، ولا تكن من الناسين. النسيان خاصية من خصائص الإنسان، ما كاينش اللي ما ينساش. لذلك في الصلاة عندنا حاجة اسمها سجود السهو، سجود السهو القبلي البعدي، ممكن واحد الظهر يصليها 5 ركعات هاو نسى. الحكم انك دير سجود السهو البعدي بعد السلام. اذا كان مثلا صلاه الظهر ما ريحتش هذيك الجلسه تاع باش دير تحيات تفصل بين الركعات، لازم تدير سجود السهو القبلي. هذه احكام فقهيه معروفه، علاش جبرا للصلاه تجبر صلاتك وان كان فيه نقص. شيء عادي ممكن الانسان هو صايم وينسى ويشرب، تروح للإمام يقول لك خلاص يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بعد رمضان إن شاء الله أغرم نهار واحد آخر، أغرم قضي نهار لأنك ما صمتوش افترت فيه خطأ. ذمتك ليست مشغولة بإثم، ولكن إذن النسيان شيء عادي. ربي ما قالش ما تنساوش، ربي قال ما تكونوش من الغافلين. على بالكم كاين الناس ربي يهدينا ويهديهم، صلينا على الناس ما يصليوش اصلا كيما رانا هنا، يجيبوا لك الناس تصلي عليهم صلاه الجنازه ما مسكين ما صلاش، اللي عنده 50، اللي عنده 70، اللي عنده 60، اللي عنده 20، اللي عنده. علاش قلت هذا الكلام؟ نبدا بها لانه هذه مساله مهمه جدا. الصلاه عماد الدين. كاين الغفلة على بالكم، كل واحد كيفاه يتكلخ من الشيطان والنفس، هادو زوج كيتلاقاو كما قال البوصيري الله يرحمه، قال ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. في زوج واعرين كيتلاقاو يدمروا الإنسان، يلي يقول له أنت مازالك صغير دروك راك شاب دير الرياضة بسم الله ما شاء الله والقراية، كي تكبر توصل 50 سنة ما كاش مشكل. والاخر يقولوا لا انت راك مشغول،
راك خدام والخدمة عبادة، راك من البحيرة للسوق وكذا، وعندك يتامى تربيهم وعندك عائلة تنفق عليها، كي تجيب لا روتريت إن شاء الله تجيب تقاعد، روح المسجد مالك بن أنس ولا أي مسجد ودير راتراباج، عوض فيها إيه يعني؟ كي تبدأ صلاة في 60 سنة ولا في 70 نورمال، تعوض بسهولة. ويا حسرة، وكاين مساكن اللي ما كان لا انتريت ما كان لا شيء ويروحوا، وكاين اللي مريض يروح للمستشفى ويقول له روحوا أنا مريض، مادام مريض ما نصليش، كي نولي للدار إن شاء الله نقضي صلواتي. وكيفاه سيدي؟ وكاين من السبيطار للمقبرة، بلا نعلم. علاش قلت هذه المقدمة تنبيهية لنا؟ ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سورة الذاريات الآية 55، باش ما نغفلوش برك. وربي قال في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. متفاهمين؟ يلا نبدأ. الحياة فرص، الحياة فرص. أول حاجة نستثمرها هي الأعمار نتاعنا، أوقاتنا، أعمارنا أوقاتنا، أوقاتنا أعمارنا، يعني الحياة نتاعنا مما تتشكل، ليل ونهار، الليل النهار، الليل النهار ويفوتوا. هاو بدينا رمضان، هاو سبحان الله كنا نستناوها ولحقنا، كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، هاو ربي بلغنا رمضان. سورة البقرة الآية 185 فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه بالفاء تفيد الترتيب مع الفورية. ربي طول في العمر، جاتنا فرصة رمضان نصومه ونصومه ونزيد فيه. كلكم يعلم في الحقيقة من باب التذكير، حل بالكم مثلا صلاة التراويح مثلا، وكاين إنسان يقول خليها رمضان غير كيبدا، عنده غير سمانة ولا 9 أيام فيها، إيه يعني إيه شحال مازال؟ كي نوصلوا ليلة 27 وتشوف ليلة 27 ندير قيام قبل بالك نولي حتى ال 25. هاو سمعنا الشيخ يقول وقيل من 21، الآية الحديث يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 نبدأ. على بالكم وكاين مسكين حتى يقول لك غدوة العيد يعني وراح كلش. فرص، سمحوا لي يا شباب معليش ندير حاجة من الرياضة، انتم كي تشوفوا واحد فصفص مع الجول، جوار لاعب وجه لوجه مع حارس المرمى ويتيري وما يسجلش الهدف، يا اخي راكم تزقيو احيانا حتى في الباطيمات ونسمعوا زقا، اذا سمعت زقا يا سجل الهدف يا ما سجلش، يعني يزعفوا على الجوار من الباطيمه، يعني ماهوش منطف في الاستاد يعني. اما كي تشوف لاعب يدير بينالتي ضربه جزاء ضغى هذاك الزعاف نتاعكم ولا نتاعنا يعني، وان كان حتى الشيوخ ندخلكم كاع يلا يكون كثر، يا عجبا بينالتي وما يسجلهاش، يا نعم بينالتي وما سجلهاش، علاش زعفنا عليه؟ زعما لو كان حنا نسجلو، هاو شوف لي جوار هما اللي يعرفوا، يقول لك تشوف كاع الجماهير يعسوا فيك تتلف، الشيء اللي ما تعرف الشيء اللي تعرفه يروح لك. علاش قلت هذا المثال؟ اخي زعفنا على شراطة بينالتي يعني ضيع ضربة جزاء، احنا نقولوا شحال ضيعنا لي بينالتي، احنا هذا هو الهدف، احنا ضيعنا لي بينالتي، احنا الحديث قياس كما يقولوا، احنا نهضروا بالحديث قياس، وعلى بالي فهمتوني، يلي راح له عمره 70 سنة راحت، يلي يشهد رمضان 50 سنة وهو يشهد رمضان وما كان شاطر، لم يكن ذكيا ولا فطنا، راحت له فرص رمضان، فرص فرص، ضيع العمر، ضيع الصحة، ضيع الذرية، ضيع دراهم، ضيع، هذه كلها فرص، ضاعت منا فرص كثيرة. الذكي الفطن هو، ننتبه، الذي يقلص من دائرة الفرص الضائعة،
فليكن عنوانا: نجتهد لنقلص من دائرة الفرص الضائعة. ترى ما كاينش اللي يقول انا ما ضيعش الفرص، كلنا غير ربي اللي يستر، ولكن نقول من ناحية العقلية ومن ناحية النقلية قبل ذلك نقلا وعقلا، نقلص من دائرة الفرص الضائعة. قال راح لي الليلة ما درتش قيامة، ما نديرش 10 ليالي، راح لي القرآن ما ختمت، ما قريت، ما والو، نجتهد باش نعوض. الله يبارك رمضان مازال فيه الخير، وماشي غير رمضان، رمضان هذا تدريب، تدريب باش نكونوا في 11 شهر أيضا راه يستنى فينا العام. إنما فرصة رمضان فرصة ذهبية، يا اللي صاموا العام اللي فات وما صاموش هذه السنة ماتوا، يا ماتوا يا مرضوا. كان مريض مسكين يقول له الشيخ مع طبيب، طبعا طبيب والشيخ يقول له كل افطر، يبدا يبكي، انا نفطر، ايه انت تفطر، ايه بعدين ندير هكا. لا اله الا الله محمد رسول الله، نقدر. وعلى بال مشايخنا كيفتيو لهم، كاين اللي بكاو الاطباء كيقولوا المرضى انتم هاد السنه ما تصوموش. ربي قال فاسال به خبيره، هو الخبير في الصحة، وزيد فتوى الإمام، ويبكي يدمع لأنه يقول أنا نفطر. ولكن وكاين اللي مات أصلا، بمعنى هذا السنة يعيش، العام الجاي الله أعلم. وسبقنا في الموت قلنا الموت حق لا ينكره ولا واحد. يلا، إذن أول حاجة ننتبه إليها جدا الوقت. لو كانت تسمحون نقول واحد الشهادة نقولها في حق إنسان مات، وليد هذه البلدة حمود حنبي الله يرحمه، لم أشهد لا أنا ولا الذي يعرفه، ما نعرفوش راجل يعطي قيمة للزمن كما حمود حنبلي. دي شهادة، لو كان حي هنا قدامنا إن شاء الله حي في الفردوس ما يقبلش، لا نقدر نقولها ولا هو يقبلها. ولكن مادام الإنسان راه سبقنا إلى ذلك المصير، ما كاينش إنسان فيما نعلم يعطي قيمة للزمن للوقت كما حمود حنبلي فيما أعلم وفيما نعلم. كان واحد كتاب عبد الفتاح أبو غدة الله يرحمه كتب كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء، كتاب قيم، يعطي يحكي حكايات كيفاش كانوا يحسنون استثمار أوقاتهم. نهار اللي قريت هذا الكتاب قريته مليح، قريته 3 مرات، قلت له والله لو كان هذا الرجل يعرف هذا الرجل والله غير يكتب عليه. هنا في البحيرة، هنا في الخضارية، مرة لشهادة أول مرة نقولها في هذا المجمع، زرته لقيته في البحيرة يخدم والكتاب في يده والكراس في يده، وبعدين شغل كيف يعني، راك في الخدمه ولا راك في القرايه ولا؟ دار هذيك الساقيه نتاع الماء فتحها باش يسقي هذاك الخير هذاك اللي كاين وهو يقرا. قلت له خويا حمود كيفها يعني؟ قال لي كي كان الماء يسقي انا واش ندير؟ الماء يمشي يروح للبطاطا ولا الطوماطيش ولا وانا نريح. قال لك مادام راك معايا راني معاك، أما كي يكون وحدي الما يخدم خدمته وأنا نخدم خدمتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكراس موجود عندي مازالوا بالترابة، بالتراب لأنه بدأ يخدم في التراب، مازال أثر التراب إلى الآن. أما في الجامعات والمكتبات وإلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنموذج موديل ريفيرونس، أنموذج فريد من نوعه، بلغ شأوا كبيرا في حسن استثمار الزمن الوقت، والوقت هو الحياة. إذن يا أخوتي الله يحفظكم، الله يحفظنا جميعا، ربي يوفقنا باش نحسن استثمار فرصة الزمن فريناها، زيد نحسن استثمار العبادات، العبادات كلها، الصلوات. ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. إذا كان واحد فاتو صلاته ويموت يلقى الله
وذمتهم شغل بتلك الصلاة. علاش الفقهاء أعطونا تفاصيل كالأوقات وقت الفضيلة؟ أول باب داروا الإمام مالك إمام دار الهجرة في كتابه الموطأ عنوان وقوت الصلاة، وما قالش أوقات الصلاة جمع كثرة، وقوت الصلاة هذا هو الأول. كان اللي بدأ بالإيمان، كان اللي بدأ بالوحي، كان كل واحد باش يبدأ، العلماء خدام السنة. ولكن الإمام مالك وفق باش يبدأ بالوقت، وسبحان الله وقوت الصلاة والآية اللي بدأ بها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعدين كان تفصيل وقت فضيلة، كان الوقت الاختياري، الوقت الضروري، لا يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري إلا هناك 10 أسباب، واحد منهم وإلى فإلى آخر، كان أحكام فقهية ترافق هذه العبادات. وكذلك ما نقوله عن الزكاة، العشور، الزكاة أيضا، والحج، ورمضان، أرنا في رمضان. إذا نستثمر العبادات مليح، نحسن استثمار العبادات ما استطعنا، على الأقل يعني إن شاء الله يا ربي ربي يرضى، وحنا أيضا نكون مرتاحين وذممنا بريئة. الحاجة الثالثة نعمة الصحة، والصحة على بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، صلي واقف، إذا ما قدرتش فجالسا فقاعدا، هذه سيدي فاضر رخص شرعية. ربي اللي قال في القرآن في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تخفيف بمعنى هو ضرك بصحتك، أوقف. القيام ركن في حق القادر عليه، هاو يجي نهار الركبة يعيا والظهر يتألم، أتولي تصلي فوق المطرح، هاو تصلي فوق الكرسي، ماشي عيب، ما عليه الحمد لله، مع الأقل ترتاح ضميرك مرتاح، تقول يا ما وقفت، يا ما وقفت. وكان اللي ما يقدرش يسجد أنعامه ما يقدرش على السجود، والشرع يجيز الحمد لله. يا ربي ربي قال في سورة الحج آخر آية الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن كما يقول الفقهاء الحرج مرفوع، ولكن الأجمل والأكمل والأوفى كي تصلي كومبلي، تصلي واقف وتركع وتسجد ما شاء الله. علاش قلت هذا الكلام؟ الصحة، الصحة ماشي غير في العبادات، الصحة تنفعنا في العبادات من صلاة وصيام وحج إلى آخره، وتنفعنا في العادات والمعاملات، أو تروح منا بالبحيرة منا حتى البحيرة لتحت، وتروح الجبل، وتروح برجليك، السيارة كاينة ماشي كاينة، يلا الله يربح. ويا اللي قرأوا منكم يقرأ، وعن عارفين حكايات نتاع هذه البلدة الطيبة الأخضرية اللي حضورها قوي، وفي كل مجلس أقول هذا الكلام ويقوله غيري، الأخضرية لم تكن غائبة في التاريخ، الأخضرية دائما حاضرة، حاضرة برجالها، بعلمائها، بالمجاهدين، بالشهداء، بالعلماء، عندها كلش. نقول الكلام الرسالة الصغار باش نقولهم عندكم تاريخ مليح، وعندنا تاريخ مليح، ولازم تبنيوا انتم أثارين تاريخ مليح، وعندكم قاعدة صلبة، يعني عندكم أساس صحيح، متان أساس متين. علاش قلت هذا الكلام؟ وكاين اللي يروح يقرا يمشي 4 كيلومتر زمان، 5 كيلومتر على رجليه باش يقرا. في واحد من الرجال هنا هذا حي ما نذكرش الاسم نتاعو، حي ابن الأخضرية، وراه وين يكون يتيم يروح يساعده. مرة قلت له يعني الله يبارك بسم الله ما شاء الله، قال أنا ما ننساش النهار اللي كنت يتيم، تخرجني يما ونروح بالصباط بلاستيك وكذا، نمشي أكثر من 3 كيلومتر 4 كيلومتر، البرد شتاء، نروح ونقرأ ميزيريا والحيف والمحنة. قال درك خلاص ربي فتح عليا، والله ما نخلي يتيم. هذا وليد الأخضرية قال لي هذا الكلام حلو، حلو لأنه الحيف المحنة مليحة، المحنة والله غير مليحة. الشاعر زمان قالها جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. يلهلس سبت محنة في الرجزة، المحنة تربي في الرجزة، المحنة تربي الرجلة. وربي قال في سورة الأحزاب الآية 23
من المؤمنين رجال، رجلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قدر الله أن تأتي الآية بعد الأنموذجين حمود حنبلي وهذا الإنسان الحي، ها في زوج، هو الآية 23 من سورة الأحزاب. إن شاء الله كلنا نكون كذلك، نجتهدوا. أقول إذن استثمار العبادات مهمة جدا. الصيام راه قدامنا، يلي مفرط فينا شوية يعوض يسرع، لأن والله ما نعرفين لا ندري. كنا نتكلموا على الصحة، الصحة نعمة من نعم الله أعطاها لنا ربي، قال وإن تعدوا، سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو واحد منا يقدر يعرف قيمة وقدر النعمة الواحدة، البصر والرجلين واليدين وإلى آخر كل نعم الله عز وجل. وهذه أمانات في أيدينا، أمانات. الصحة أمانة، ربي قال في سورة النساء الآية 58، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كلها الصحة أمانة، والتعليم أمانة، والتجارة أمانة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التاجر بشر بصلى الله عليه وسلم يكون برك أمين، برك صادق وأمين، صادق أمين ومبروك عليه، ويكون مع هذوك الأصناف اللي ملاح الذين أنعم الله عليهم. هذا الحديث المذكور هو عنده آية في سورة النساء الآية 69، وحنا نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هكذا نقوله. السؤال، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ لا نعلم. البيان راه في سورة النساء الآية 69، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربع أصناف. بعد الخاتمة وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا التاجر الصادق الأمين يقدر يبلغ هذه الدرجة، يكون مع هذا الناس، مع هذا الأصناف، بالتجارة نتاعو، بالصدق نتاعو، بالأمانة نتاعو. إذن كل شيء، التربية أمانة، والتعليم أمانة، والمسؤولية أمانة مع اختلاف أنواعها، وكل شيء أمانة أمانة. إذن هذه فرص أيضا، لا يصح إذا كان واحد منا ضيع أمانة من الأمانات يجتهد باش يعوض قبل فوات الأوان. الخاتمة من باب التذكير ليس إلا، ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا العنوان الحياة فرص، وربي قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هنا الإشكال كبير في الإبتلاء. أو كي تكون حياتنا عادي عادي، أو كي تبدأ المشاكل تجي، أرنا في الدنيا مناش في الجنة. سمعنا الآية الثانية من سورة الملك، نروح لسورة البقرة الآية 155-156، ربي قال ولنبلونكم، يعني انتبهوا، هيوا حضروا أنفسكم، ولنبلونكم بشيء، الحمد لله ربي قال بشيء، شوية برك ماشي بزاف، من الخوف. والخوف رانا عايشين فيه، جات كورونا كاع الكرة الأرضية خافت، كاع الكرة الأرضية كلها زلزلت، زلزل اقتصادها، زلزل اجتماعها، زلزل كل شيء، كيانها المادي والمعنوي، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين ربي قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معنتها الابتلاءات قادر سمحوا لي تزلزلنا وتخلينا نفرطوا في كلش. نعطينا نموذج، تلقى واحد يخدم الخير، يخدم الخير ما شاء الله، يعاون الفقراء اليتامى الأرامل ما شاء الله، كي تصرى له مشكلة مصيبة لا سمح الله يولي بطل كلش، يقول لك بقى على خير الخير. كي تقولوا على حبس يقول لك ديجا درت الخير وما حبوش يستعرفوا، دي مسكين يروح. شفت الشيطان كيف واعر مع النفس، هو لو كان دار الخير لله. ربي قال في القرآن احنا مسلمين عندنا مرجعية، سورة الكهف آخر آية الآية 110،
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يديرها لربي. في سورة الأنعام الآية 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن يروح القرآن تفرع، إلى بعت على القرآن ما تفرش تضيع، وتبرر خطأك، تبرر خطأك، وهذا ونبرر أخطاءنا. لذلك سمحوا لي الابتلاءات واعرة، وربي سبحانه قال وبشر الصابرين، نقول مرحبا باللي عطى الله، قدر الله ما شاء فعل، وزيد تفكروا باللي الصبر عنده أجر بلا حدود. ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحياة فرص، نسأل الله أن يوفقنا لاستثمار جميع الفرص، نسأل الله حسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله.